يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ألف بعض المعاصرين كتابا أسماه مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، أنزل كثيرا مما ورد في هذه السورة. هذا معروف، هذا المغربي، هذا فلان المغربي قد رد عليه الشيخ محمود التويجري رحمه الله بكتاب سماه إقامة الحجة في الرد على صاحب طنجة، يعني في المغرب. نعم، وهذا فيها باطيل، فيها باطيل. جاء واحد بعده من أهل الشمال الجزيرة وسرق منه ونسبه إلى نفسه وسماه بهذا الاسم. نعم، وقد أنكر عليه العلماء في وقته وكاد أن يحاكم، كاد أن نعم.